كتبدأ القصة مع وحدة سميتها بيلا كتوجد باش تنتقل تعيش مع باها. من نهار تزادت وهي عايشة مع امها، اما باها فكانت كتزورو غير في الصيف بحكم البلاصة البعيدة اللي كان عايش فيها. ولكن دابا مع بدات كتكبر قررت تمشي تعيش مع باها باش تخلي امها مرتاحة مع راجلها. جمعات حوايجها ودعات امها وراجلها، والنهار الاخر نشوفوها في البلدة اللي تعيش فيها من هنا للفوق. هذا باها تشارلي، ضابط الشرطة معروف في ديك البلدة وعزيز على كل شيء. وصلوا للدار وراها باها الغرفة ديالها وهي كترتب حوايجها. سمعت الهضرة برا، طلعت من الشارجي لقات صاحبها بيلي ولدو جيكوب جايب لها طوموبيل باش يرحبوا بيها. واخا ديك الطوموبيل كانت ميتة وكتحاسب، ولكن قاضي غرض. النهار الاخر يكون اول يوم ليها في المدرسة، تما تعرفت على إيريك، مايك، جيسيكا وانجيلا. وهما كيقصيو كيديو ويجيبو في الهضرة، دخلوا شي طلاب كيقولوا لهم الكولين. سولاتهم عليهم بيلا بداو كيعاودوا ليها، وهنا غنعرفوا بلي هادو كاملين تبناهم دكتور كولين. هادي بنت روزلي، المقدر اميت، هاد الكيوت سميتها اليس اللي معاه جاسبر، واخر واحد ادوارد. وجيسيكا كتعاود لبيلا عليه دار واحد الضحكة في شكل وغيبه في حين اسمعهم وخا كان بعيد. مور الاستراحة كان عند بيلا حصة ديال الاسفيتي، من زهرها البلاصة الوحيدة اللي كانت خاوية هي لحدا ادوارد. في الاول مشات لها فرحانة حيت بالنسبة لها هادي الفرصة باش تعرف عليه، ولكن ملي جلسات وصاحبنا كيتصرف بغرابة كيبان فيه محاملات جلس حداه. ومع سالات الحصة هز الكتوبة ديالو وخرج بالزربة من تما. بيلا هاد البلا اللي وقع لها مع ادوارد ما بغاش يحيد لها من راسها، دوزات الليل كامل كتفكر فيه. والنهار الاخر صبحت كتسناه قدام المدرسة باش تسولو علاش تصرف معاها بديك الطريقة. ولكن من زهرها صاحبنا ما جاش داك النهار، ماشي غير داك النهار، بل دوز ايام من النهار اللي كانت جلسه حداه فيه معاوده تشافته. فهاد الوقيته غنشوف واحد الحارس علق وشي وحدين صوتهم فحال الوحوش تابعينه. بقى هو كيجريه وما موراه عيا ما يعلق، ولكن ما داش بزاف ديال الوقت حتى شدوه. النهار الاخر وبيلا غدا للمدرسه فحال ديما لحظات بلي باها غادي للخدمه بكري. سولاتو شنو واقع، قال ليها واحد الحارس قتلو شي حيوان وخاصو ضروري يمشي يبحث في القضيه. موراه هو تحرك للخدمه ديالو وهي شدت الطريق للمدرسه فحال ديما. وهي داخله للكلاس صدمات بصاحبنا جاو تاني من بعد سيمانه هو غابر. واكثر من هادشي هاد المره مع جلسه حداه سلم عليها قدم ليها راسو وبدا كيتعامل معها بطريقه احسن بزاف من اخر مره. البنت في هاد اللحظه تخربقات، ولكن كان عاجبها الحال. في الاخر ديال النهار هما واقفين في الكولوار لاحظت بلي اللون ديال عينيه تبدل بواحد الطريقه في شكل، وملي سولاتو عليهم تلف ليها الموضوع وتحرك في حاله. وهي حدا طوموبيلتها كتوجد باش تحرك في حالها، دورات وجهها لقاتو مراقبها من بعيد. في نفس الوقت نشوف واحد اللوين جاي كيطير بالطوموبيل، حاول يفراني ما بغاش يشد ليه الفران، وحتى كان غيدخل في بيلا يقتلها. وهو يخرج ادوارد وقف الطوموبيل بيدو وعتقها في اخر لحظه. بيلا شافت هادشي تصدمات، كيفاش حتى وصل عندها بهاد السرعه، كيفاش وقف الطوموبيل بيدو. كاع هاد الاسئله كانت باغا تسولهم ليه، ولكن ما لقاتش الفرصه. خداوها للسبيطار هي وداك اللوين اللي كان غيدخل فيها. من بعد مده وصل باها، وغيطلع الطبيب اللي جاي يشوفها هو كولين بان ادوارد بالتبني. ملي قالت لي على داكشي اللي دار ولدو بان فوجهو بلي ما عجبوش الحال. وهي خارجه من تما سمعتو كيسمعوا الهضره هو وروزلي وكيقولوا ليه بلي ما كانش عليه يدير داكشي. ملي مشى باه وروزلي غوتت عليه شكرات وحيت عزقها، ولكن مع بغات تسول على شنو وقع طلب منها تنسى البلان وتحرك في حاله. بيلا بطبيعة الحال ما غاداش تنسى بهاد السهوله، في كل مره كانت كتلاقاه كتعاود تسول وكتحاول تجبد منه شي حاجه، ولكن والو. فواحد النهار كانت عندها خارجه مع صحابها لواحد الشاطئ سميتو لابوش، عرضات على ادوارد يمشي معاها موافق، ولكن ما عرف بلي غادي لشاطئ لابوش. فالبلاصه قال لها بلي ما بقاش غادي، وهذا الشيء زاد كثر الاسئله في راس بيلا. النهار الاخر وهي وصحابها في الشاطئ جا عندهم جيكوب وصحابه، سلموا عليهم بقاو كيديو يجيبوا في الهضره. ومع جبدات البلان ديال عرضات على ادوارد بان في وجه واحد من صحاب جيكوب بلي سخط، وقال لها عائلة كولين ما كيوصلوش لهاد البلاصه، هادوك اللي تما مداو ما جابو. ولكن بيلا مع لحظات كاع الاشياء الغريبه اللي واقعه ما حيدش ليها من راسها البلان ديال عائلة كولين ما كيوصلوش لهاد الشاطئ. وهي كتمشى مع جيكوب سولاتو عليه، جيكوب اخر حاجه كان كيتوقعها هي بيلا تسولو هاد السؤال، بغا يدير في حاله ما سمعوش. ولكن بيلا بقات مصره تعرفش واقع، ديك الساعه بدا كيعاود ليها. كتقول القصه بلي العائله ديال جيكوب الاصل ديالهم من دياب، اما الكولين في الاصل ديالهم من شي اعداء. كانوا دوزوا قرون مدابزين تكون غادي يصيد في الغابه، وملي ما خرجوا بحتى نتيجه داروا جدودهم اتفاق قسموا فيه المدينه وتعاهدوا باش حتى واحد منهم ما يدخل المنطقه ديال الاخر. سولات بيلا جيكوب شمن سلاله ديال الاعداء كينتمي لها ادوارد، بدا كيضحك وقال لها هذا الشيء، قال لها حيت غير قصه خياليه. في الجهه الاخرى واحد الساتي قرقب قرعات في الباطو ديالو وقفت عليه وحده سميتها فيكتوريا، ونقولوها جميع قنبوله. جرات الباطو غير بيدها وغيبه بلا عندها شي قوه ماشي عاديه. وداك الصاد كيحاول يعرف شكون هي واش كدير هنا، خرج موراها واحد سميتو جيمس وهو مطلع عليه وكيحاول يخلعه. طلب منه واحد اللوين ما يلعبش بالماكله ديالهم، شكون هما هادو علاش عندهم ديك القوه من بعد ونعرفو. بيلا ملي كثروا على القصص وحتى واحد ما بغى يقول لها اش واقع قررت تقلب بوحدها. وهي كتبحث على الاساطير ديال البلده اللي عايشه فيها طاحت على واحد الكتاب قيدات سميتو باش تشريه وجبدت عليها بناسه. النهار الاخر صباح الجو مشمش في البلده، هي شي حاجه عاديه ولكن في هاد البلاصه نادرا في كتوقع. وبيلا في المدرسه لاحظت بلي حتى واحد من عائله كولين ما جا اليوم، سولات صحابها عليهم قالوا لها فين ما تيكون الجو فحال هكا تياخذهم الدكتور كولين في رحله وما كيرجعوا حتى كتحيد الشمس.
في العشيه وهي مع صحاباتها كيتقداو الحوايج، تفكرت داك الكتاب تحركات المكتبه تشري، وهي خارجه من تما ما عرفت واحد السكايريه مين خرجوا ليها، عيات طلبهم يبعدوا منها ما بغاوش. ويلا غي نعيشوا غيرك فاهم. وقف ادوارد بطوموبيلته، حاول واحد منهم يضربو خرج في عينيه بواحد الطريقه كتخلع وهما يعلقوا من تما. ديك ساز ما بين لو تحركوا مور هاد شعر على في واحد المطعم، تعشى ودوزوا وقت زوين وغيبان بلي ولاو قراب بزاف. طريقهم للدار قاسو بيلا في يدو تصدمات بهم باردين بواحد الطريقه كتخلع، وهي كتسولو واش واقع ولا شي يديه باردين. ضربوا على الطوموبيل ديال باه والطوموبيل ديال باه واقف حدا الكوميساريه، دازو يشوفوا شنو واقع. تما غيكتشفوا بيلقاو الجثه ديال داك الساط اللي هجمات عليه فيكتوريا ودوك الجوج. سولات بيلا الدكتور كولين شنو واقع، قال لي قتلوا شي حيوان مفترس كيف ما وقع لداك الحارس، وطلب منها تدخل تواسب واحد داك الساط اللي مات كان صاحبه وعزيز عليه بزاف. دخلات بيلا عند باه لقاتو كيبكي وحالته حاله، بقات كدي وتجي معاه في الهضره واساتو شويه. ومع رجعوا للدار بدات كتبحث على المواصفات ديال ادوارد في ذاك الكتاب. اول حاجه قلبات عليها هي بشره بارده، موراها قلبات على عينين كيتبدل اللون ديالهم، من بعد بحثت على واحد سريع وقوي، في الاخير لقات بلي المواصفات اللي في ادوارد كيكونوا غير في مصاصي الدماء. النهار الاخر مع ضربات عليه في المدرسه جراتو الغابه واجهته بداك الشيء اللي اكتشفات، ومسخوط الوالدين ما لقات فين تواجهو غير في الغابه. من زهره صاحبنا كرمو سالم اعترف ليها بلي بصح هو مصاص دماء، وهز على دارو طلع بها للقمه ديال الجبل باش يوري علاش كيغبروا فاش كتكون الشمس. ملي وقف تحدو بدا الجسم ديالو كامل كيبري، وهذا الشيء علاش كيغبر هو عائلته نهار كتصبح الشمس. سولاتو علاش النهار الاول تعامل معاه خايب، قال لي اول مره شافها اكتشف بلي ما كيقدرش يقرا الافكار ديالها، وهي اول انسان ما قدرش يقرا الافكار ديالو من نهار ولا مصاص دماء، وهذا الشيء خلاه يتزعط فيها. وحيت ما عرفش شحال ديال الوقت يقدر يقاوم الرغبه ديالو في انه يشرب الدم ديالها، بغى يكرهها فيه باش يخليها بعيده عليه. صاحبنا من بعد ما عاود للحقيقه كان مسناس بعد عليه وما تعاودش تقرب مازال، ولكن العكس هو اللي وقع. البنت غا ما زادت تزعطات فيه، ولاو كيخرجوا بجوج كيمشيو للمدرسه بجوج، وتقدر تقول باللي ولاو في علاقه. فواحد النهار وما خارجين سولاتو كيفاش حتى ولا مصاص دماء، ديك الساعه بدا كيعاود ليها. في سنه 1918 كان تصاب بالانفلونزا الاسبانيه، وهو في الفراش كيفارق الحياه، عضو الدكتور كولين حول المصاص دماء باش يعاتقو. سولاتو بان واش اي واحد عضو مصاص دماء كيتحول حتى هو لمصاص دماء، قال لها اه غير هو خاصو غير يزرع السم ويوقف، وهذا الشيء مستحيل وصعيب بزاف، حيت مع كيقيس فمهم الدم كيسعرو وما كيبقاوش قادرين يوقفوا حتى كيشربوا الدم كامل اللي في الضحيه. وصاحبنا كيعاود لها هذا الشيء دور وجهه وبانت لي غتموت بالخلعه. ديك الساعه هدنها، شرح لها بلي هو عائلته تعاودوا يشربوا غير الدم ديال الحيوانات، ومن بعد ايام غنشوفوا الديها مع دارهم تعرف على عائلته. سلمات عليهم تعارفوا، وهو كيسرك لها في الدار لقات عنده بزاف ديال قبعات التخرج، وهنا غنعرفوا بلي فاش تحولوا المصاصي ديما تفيكس العمر ديالهم، يعني ما بقاوش كيكبروا. وباش ما يتفرشوش كيضطروا ديما يقراو الثانوي، وملي كينجحوا فيه كيتحولوا لبلاد جديده يبداو عاوتاني. من بعد هاد البلان صحابنا ولاو قراب كثار، كيدوزوا الوقت بجوج، وفي نفس الوقت غيكون باك يبحث في القضيه ديال مقتل الحارس وصاحبه، واللي غيكونوا صفوها ليهم دوك ثلاثه ديال مصاصي الديماء. مور ما دوز ادوارد مده طويله مع بيلا قدماتو لبواها، سلم عليه تعارفو، وفي العشيه ديال نفس النهار خدات لعب معاه البيسبول وعائلته، وهنا غيبان بلي بداو حتى هما كيولفوها وكيقبلوا بها عضو في العائله. بيلا مع ما كانتش عندها القوه والسرعه في حالها ما عطاوها دير حاكم، بداو اللعب كلشي مستمتع وعجبو الحال، الامور كتبان غدا هي هذيك، حتى لهاد اللحظه ما عرفوا دوك الثلاثه ديال مصاصي الدماء من خرجوا ليهم. سولهم كورينش كيديروا هنا، قال لي اللوين كانوا دايزين من الغابه، وملي سمعوهم لاعبين جاو يلعبوا معاهم، ولكن هما في الحقيقه غتكون ضرباتهم الريحه ديال بيلا وجاو باش يقصيوها. وافق كورين يلعبوا معاهم، عطاهم الكره هما يرميوها، ولكن قبل ما يبداو هجم جيمس على بيلا. من زهره كان ادوارد حداها دخل في الوقت المناسب، موراها تجمعوا عليها الافراد الاخرين ديال العائله. اللوين وصحابو شافوهم بزاف عرفوا بلي ما عندهمش فرصه قدامهم، ديك الساعه تحركوا من تما. كيمشي هوز ادوارد مع بيلا في الطوموبيل وعفاط. في الطريق سولاتو علاش مازال مكسيري واخا مشاو، قال ليها بلي جيمس واحد من مصاصي الدماء اللي كيتميزوا بتتبع الاثر، واكثر حاجه كيبغيو في هذه الحياه هي الصيد وتتبع الفريسه، الشيء اللي كيعني بلي ما غيتراجع حتى يصفيها ليها. ايوا شنو الحل؟ قال ليها الحل الوحيد هو نصفيوها ليه، وباش يديروا هذا الشيء خاصهم يشدوا يقطعوا اطراف ويحرقوها، وغتكون هذه هي الطريقه الوحيده باش يموت مصاص الدماء. اول حاجه داروا دازوا على الدار ديال باها، تما دارت براسها دابزت مع ادوارد، وهي كتجمع حوايجها سولها باها شنو واقع، قالت لي بلي ما بقاتش باغا تعيش هنا، وجمعت حوايجها وتحركت على اساسها ترجع عند امها، وغتكون دارت هذا الشيء باش تبعد داك جيمس على باها. في نص الطريق لحق على ادوارد وتحركوا بجوج لدار عائلته، تما عطاها الاليس والجاسبر يبعدوها من البلده، وهو اللي بقاو بداو كيوجدوا باش يقتلوا جيمس وخطيبته فيكتوريا. اما داك اللوين فجاء عندهم للدار طلب منهم السماح على داك الشيء اللي وقع، وقال لهم بلي هو ما عنده حتى شي علاقه بجيمس. خدا جاسبر واليس بيلا لواحد لوطيل، وادوارد لبس خطوروز دي حوايج بيلا، وجدوا الاتجاه المعاكس باش يبعدوا جيمس. الخطه ديالهم كانت كتبان غدا مزيان، قدروا يخليو جيمس يتبعهم، ولكن واحد اللحظه عاق بيهم، وديك الساعه قلب الاتجاه. مع دار هادشي شافتو اليس لها تكون عندها القدره تشوف المستقبل، ديك الساعه علمت ادوارد والاخرين يرجعوا، وهي وجاسبر كيوجدوا باش يخرجوا بيلا من لوطيل اتصلت بها امها. جاوا بات لقاتو جيمس، وغيكون وصل لمها وحابسها عنده. سولاتو بيلا شنو بغى منها؟ قال لها تجي عنده للصال ديال الباري اللي كانت كدير فيها وهي صغيره، وهددها بليله قالت هادشي لادوارد غيصفيها لامها. بيلا مع سمعت القضيه
فيها امها سلتات الاريس وجاسبر وجدت الطاكسي ديريكت لتما. من بعد مده وصلت للصال ديال الباري اللي دار معاها فيها، ما فتحات الباب سمعت الصوت ديال امها. قصدات البلاصه اللي جاي منها الصوت، تما غتصدم به مخدم فيديو قديم ديال امها وغيكون غير كذب في البلان ديال الحبسه باش يجيبها لعندو. بلا عرفات هادشي تصدمات، بغات تعلق من تما ولكن غيكون مشى الحال. وهي خارجه كتجري نقص قدامها جيم جافها ضربه مع الحيط، عاود هاد الرجل هرسها وفي نفس الوقت كيصور هادشي باش يخلي ادوارد يشوف كيفاش عذبها قبل ما يقتلها. شدها من يدها ضربها لها بعضها، ولكن قبل ما يجر لها الدم ديالها وصل ادوارد جافي بعدو عليها وشبكها معاه. بقى ودقا فيها دقا فيك، دور ادوارد وجوبات اللي كتقطع بالسم اللي طلق فيها جيمس، وإلا ما داروش لها شي حاجه في اقرب وقت غتحول حتى هي لمصاص دماء. جا صاحبنا في جيمس بعد طير لي الحمام من كتفه، ومعه وصلوا عائلته وعطاه ليهم يصفيوها ليه وقصد بالله يعتقها. نقزات اليس على جيمس طرد قالت لي عنقو شعل في جاسبر وايمت العافيه، هاك يقدروا يصفيوها ليه. سول ادوارد باش غيدير دابا، قال لي عنده جوج ديال الحلول، اما يخليها تحول لمصاص دماء ولا يجر السم من الدم ديالها. غير هو في هذه الحاله ممكن تغلبوا الغريزه وما يقدرش يوقف حتى يصفيها ليها. بدا صاحبنا كيفكر، ومن بعد مده قصيره شد ليده بدا كيجر السم. بالفعل قدر يخرج السم كامل وهو كيجر، واحد اللحظه كانت تغلبوا الغريزه ولكن قدر يوقف راسه قبل ما يقتلها. بلا في هذه اللحظه غيبات، وملي فاقت لقات راسها في السبيطار. سولات ما شنو وقع، قالت لي عرفوا من ادوارد بلي دارت حادث بالطوموبيل وغيكون صاحبنا قال لهم فحال هكا، حيت بطبيعه الحال ما يقدرش يعاود لهم الحقيقه. ملي خرجت ما طلب منا صاحبنا السماح على هذا الشيء اللي وقع لها بسبابه، ومن بعد ايام نشوفوا دايز موراه ياخذ الحفله ديال المدرسه. هز معاه في الطوموبيل تحركوا لتما، وهما داخلين وقف عليهم جيكوب سلم على بيلا، وغيبان بلي هو ادوارد كيعرفوا بعضياتهم مزيان وبيناتهم شي عداوه قديمه. دخلوا للحفله سلموا على صحابهم، موراها خرجوا للجرده يشطحوا. سولاتو بيلا علاش مصم وما خلاتش حتى هي تولي مصاص دماء، قال لها بلي ما بغاهاش تولي وحش فحالو. والله يمسخك يا ولد الحرام في عيلك يا الكذاب، وناري على كذاب. انا نقول لك اختي بيلا، هاد مصاص دماء كيعيشوا ديما، وإلا حولك حتى انت المصاص دماء غتبقي لاصقه فيه ديما. اللهم يخليك بنادم يدوز معك وقيت، وملي تموتي عوج رويده لجهه اخرى، حتى ما فينا ثقه. وهما كيشطحوا غنشوفوا فيكتوريا مراقبهم من بعيد وغيبان بلي ما غتزاقل معاه حتى تنتقم لخطيبها جيمس. داز عام الاول لقاء بين بيلا وادوارد. في واحد الليله وهي ناعسه حلمات براسها شرفات، وادوارد مازال في نفس العمر اللي فيه بحكم هو مصاص دماء وما كيكبرش. هاد البلان كان غير حلمه، ولكن عقداتها في الواقع حيت كتبان ليها ساهله تتحقق. وبالفعل داكشي اللي غيكون كيطرى، فاش عرفاته العام اللي فات كانوا بجوج عندهم 17 عام، ولكن اليوم غتكون كملت 18 عام وهو مازال في 17. في العشيه وهي معاه في دارهم بدا كيعاود لها على واحد الجماعه سميتها فولتاريا. هاد الجماعه كتكون من نخبه ديال مصاصي الدماء، وتقدر تقول باللي هما الحكام اللي كيحطوا القوانين. سولت بيلا ادوارد واش حتى هما عندهم قوانين، قال لها كاين قانون واحد وكيقول باللي اي مصاص دماء قتل انسان قدام الناس الاخرين ولا كشف الهويه ديالو غيتعدم. وهو مازال كيعاود لها عليهم. دخلات اختو الي خداتهم للحفله اللي يكونوا دايرين عائلته بمناسبه عيد ميلادها، سلموا عليها كاملين فرحوا بها، وغيكون كل واحد منهم جاب لها كادو. وهي كتفتح واحد من دوك الكادوات جرحات صبعها، ومع جاسبر مازال ما كيتحكمش في الغريزه ديالو مزيان، شاف الدم سعر. ادوارد قرا في افكاره بلي باغي يهجم على بيلا، دفعها بعيد وداروا به كاملين. ايام يحاول يوصل ليها، ولكن في الاخير قدروا يوقفوا جرو الغرفه ديالو، وكولين خدا بيلا يعالج لها الجرحه. شفتي العيشه مع الفامبايرز، تكون كتعشى معاهم في رمشه عين تلقى راسك وليتي انت هو العشاء. والله يا امك تيديروك بولفاف. سالات الليله وصل ادوارد بيلا لدارهم، والنهار الاخر وهي في المدرسه لاحظت بلي ما جا لا هو لا خوته. بيلا في هاد اللحظه تخلعات عليه بزاف، ولكن ملي رجعت للدار لقاته كيتسناها تما. سولاتو علاش ما جاوش يقراو، قال لها كانوا كيوجدوا راسهم باش يتحولوا لبلاصه اخرى، حيت الناس بداو كيلاحظوا بلي باهم 10 سنين هو هنا ومازال في الشكل اللي شافوه به النهار الاول. طلبات منه يتسناها تجمع حوايجها، رد عليها بلي ما غاديش ياخذها معاهم حتى يكون خطير عليها تعيش مع مصاصي الدماء. بيلا ما تقبلاتش مره فكره ما غاداش تعاود تشوفه، طلباتو يبقى، حاولت تقنعو يحولها حتى هي لمصاص دماء وياخذها معاه، وهي مازال كتحاول تقنعه ودعه وغبر في حي لا عمره ما كان. من بعد ما تحول هو عائلته لبلاصه اخرى بيلا تدمرات، ولات كدوز وقتها كامل في الدار، دخلت في اكتئاب صعيب، في الليل كتحلم احلام خايبه. في نفس الوقت حاولت بزاف ديال المرات تواصل مع ادوارد ولا مع شي واحد من عائلته، ولكن والو. وهذا الشيء غير ما زاد حقدها، زاد دخلها في العزله ديالها، وولات فين ما مشات كيبان ليها. مع الوقت فكرت دير شي حاجه باش تنساه، واول حاجه طاحت ليها في بالها هي تشري ماطر تبقى تخرج بهم هي وجيكوب. وبالفعل داكشي اللي كان، مع ما عندهاش فلوس بزاف شرات وحدين قدام ومشيت عنده يصلحهم. ومن هاد النهار يبداو يدوزوا بزاف ديال الوقت بجوج، كيضحكوا وكيدوزوا وقت زوين، ولكن واخا كيبان فيها فرحانه مع جيكوب ما بغاش ادوارد يحيد لها من بالها. من بعد ايام كمل جيكوب يصلح دوك الماطر وخرجوا بيلا يجربوهم. بيلا مع تحركات بالموتور ديالها بدات كتخيل ادوارد، كل ما كسيرات كثر كيبان ليها اكثر، وهذا الشيء خلاها تبقى غير كتكسيري بلا عقل. هي جيكوب يغوت ليها طلب منها توقف، ولكن ما سمعاتش ليه، وفي هاد اللحظه فقدت السيطره على الموتور وجابتها عبار مع واحد الحجره. من زهرات الضربه ما كانتش خطيره، جات جيكوب كيجري حي التريكو ديالو مسح ليها الدم، وفي هاد اللحظه غيبان في حيله بدا كيعجبها.
من بعد ايام شات هي ومايكل جيكوب للسينما تفرجوا في واحد الفيلم دوزوا وقت زوين، ولكن هما خارجين من تما فجاه جيكوب ولا عدواني بزاف وبغى يدابز مع مايك، وبين لك تحاول توقفوا لاحظت بلي يدي سخن لواحد الدرجه ماشي عاديه. سولاتو اش واقع، قال لها يمكن غير فيه السخانه، وتحرك من تما بلا حتى ما يوداها. من هاد اللحظه خبر حتى هو ما عاوداش سمعت عليه شي اخبار، حاولت تصل بيه صيفطات ليه ميساجات، وملي عياد ما تحاول تواصل معاه بلا حتى شي نتيجه مشات عنده للدار، وهو غادي عند صحابو جابته مع عبار. سولاتو علاش ما بقاش كيهضر معاها، رد عليها بلي ما غاديش يكون لعبه اللي غدوز بها الوقت باش تنسى مصاصي الدماء. بلا سمعت هادشي تصدمات حيت ما توقعاتش يكون عارف الحقيقه ديال ادوارد وعائلته. حاولت تنكر داكشي ودارت براسها ما فهمتش علاش كيدوي، رد على جيكوب بلي عارف الحقيقه كامله، داكشي علاش بلا ما تحاول تكذب عليه. في الاخير طلب منها ما تعاودش تدوي معاه وخلاها واقفه تما وتحرك عند صحابو. من بعد ما سمح فيها جيكوب اللي كان الوحيد اللي كينساف ادوارد، رجعت عاوتاني للاكتئاب ديالها. والنهار الاخر نشوفوا غدا للدار ديال عائله ادوارد، شوف الى لقات شي حاجه تعرف منها البلاصه الجديده اللي تحولوا ليها. من زهرها جابت عبار مع داك مصاص الدماء اللي كان مع فيكتوريا وجيمس. سولات واش كيدير هنا، قال لها جيت غير نشوف الفيكتوريا واش مازال ادوارد وعائلته كيحميوك، وغتكون فيكتوريا ناويه تصفي البال كيف ما صفى ادوارد وعائلته الخطيبه جيمس. بيلا سمعت هذا الشيء برد ليها الماء في ركابي، حاولت تهدد اللويان، قالت لي بلي لا دار لها شي حاجه غينتقم منه ادوارد، ولكن والو. اللويان كان متاكد بلي الكولين تحولوا من هنا وما غادي يرجعوا حتى يدوزوا سنوات ويكونوا كاع الناس اللي فايتين شافوهم ماتوا، وهو كيوجد باش يصفيها ليها. خرجت مجموعه ديال الدياب كبار، اللويان شافهم خلاها تما وجد بجري الغابه، وهو هارب والدياب تابعينه. استغلت ديال الفرصه علقات من تما، وباه واحد صاحبه في الدار دخلات كتنجع ودات لي مع دوك الدياب العملاقه اللي شافت. باه كيسمع هاد الشيء خدا مع صاحبه ومشاو للغابه يقلبوا عليهم. من اللحظه اللي قالها اللوين بلي فيكتوريا غادي تجي تنتقم من حتى خطيبها وهي كتفكر شنو غدير معاها، وهي في بيتها كتحلم فيكتوريا شادها مع الدقان في الشرجم. حلات لقاتو جيكوب وغيكون جا لهنا باش يعتذر ليها حيت تعامل معاها خايب داك النهار. طلب منها السماحه، تصالحوا ورجعوا صحاب عاوتاني، موراها تحرك من تما. النهار الاخر نشوفوها غدا عنده للدار، وهي داخله ضربات على شي صحاب وما كتبغيش يكون معاهم حيت كتبان فيهم خطيرين وغادي يخرجوا عليه. قصداتهم قالت لهم يبعدوا منه، تما بدا واحد كيتزايد معاها في الهضره، وهي تجبدها مع بواحد المسمنه، ويا ريتها ما دارتهاش. صاحبنا ملي ضرباتو سخط وفي البلاصه تحول الشكل ديالو لديب عملاق. بلا شافت هاد الشيء برد ليها الماء في ركابي، بقات هي علاقه هو موراها. هزت راسها لقات جيكوب جاي كيجري جهتها، وهي كتطلب منه يهرب تحول حتى هو لديب شبكها مع داك اللي تابعها. وهنا غنعرفوا بلي دوك الدياب اللي عتقوا من الفامباير سمر داك النهار كان هو وصحابه. بقى هو وصاحبه دقه فيا دقه فيك حتى كلاوها بجوج ودخلوا صحابهم في كوم عاد وقفوا. جيكوب وصحابه كان كيحساب لهم بلي فاش تعرف بلي الحقيقه ديالهم غتخلعوا الضفر منهم، ولكن العكس هو اللي وقع. ترى اختنا كانت مصاحبه مع مصاص ديما وخافت تبقاو غدياب، تعرفت عليهم، تعرفت على ايميلي خطيب الزعيم ديالهم صام، وغيبان بلي تفاهمت معاهم بزاف. في العشيه وهي مسركله مع جيكوب سولاتو شنو داروا مع داك اللوين، وهنا غنعرفوا بلي من بعد ما سافا قصيره قدروا يلحقوا عليه. ديك الساعه صفا والحبو، ولكن فيكتوريا قدرت تعلق ليهم، قال لها بلي ديما كيتبعوا حتى كيخرجوا من الحدود وكتعاود ترجع وما عرفوش علاش كترجع. وهو كيقول لها هذا الشيء صدماتو بلي كترجع باش تنتقم منها حيت ادوارد وعائلته قتلوا ليها خطيبها. صاحبنا ما عرف هذا الشيء خداها لدارهم، وبداو صحابو يقلبوا على فيكتوريا قبل ما توصل ليها، وهما تيقلبوا عليها غتكون بان لك تفكر كيفاش تولي تشوف الخيال ديال ادوارد عاوتاني. فواحد الصباح وتشارلي بوين بيلا وصاحبه كيقلبوا على الدياب في الغابه، هجمات فيكتوريا على صاحبه ويلا غتصفيها ليه. دخل جيكوب في الوقت المناسب جا فيها لاحه، هزات فيكتوريا الدقه وعلقات تبعه وصحابه، وغيبان بلي لاش الدوار ان لله وداد احمد. بقات هي علاقه هما موراها حتى قربوا يلحقوا عليها وهي تنقز في البحر. ديك الساعه وقفوا. في الجهه الاخرى غنشوفوا بيلا باغا تنقز من واحد الجرف املا في ان ادوارد يجي يعتقها، وهي كتوجد باش ديرها تخيلات واقف حداك يقول لها تراجع، ولكن هنا غمزت تشجعت باش تنقز. نقزات من داك الجرف للماء، تنقيزه خرجت سالمه، ولكن مع بغات تطلع من الماء جات فيها واحد الموجه رجعاتها وبقات كتضربها موجه مورا الاخر حتى ضاخت، وهي كتحاول تطلع ضربات راسها مع حجره غيبات، وملي فاقت لقات جيكوب خرجها من الماء ودار لها الاسعافات، وهو موصلها للدار غيبان بلي ولاو قراب بزاف. وما كيدي ويجيبو في الهضره، ضربت بين الطوموبيل ديال عائله كولين واقفه قدام دارهم. حاول صاحبنا يوقفها، قال لها بلي ممكن تكون فيكتوريا كتستدرجها، ولكن ما سمعاتش ليه. دخلت كتجري للدار لقات اليس خت ادوارد كتسناها تما، وغتكون شافتها نقزت من الجرب باستعمال القوه ديالها وجات باش تطمئن عليها. بلا ملي شافتها بغات تطير بالفرحه، سلمات عليها سولت على العائله، وما كيدي ويجيبو في الهضره دخل جيكوب يطمئن عليها. اليس ملي شافته خرجت من تما حيت ما عندهاش معاه، كمل مع جيكوب الهضره اللي كانوا بداو قبل ما تشوف الطوموبيل ديال اليس. ويلا غيا نعيشو غير راك فاهم صورة التليفون، فحال هاد الموقف يخليك تهرس كاع التليفونات ديال الدار وترجع تواصل بالبرا والفاكتور، باش ديك الساعة إلا جاك الفاكتور في ديك الوقيتة خرج خلي ضاربوه.
مع جاوب جيكوب سول المتصل على تشارلي. قال لي جيكوب مشي قد واحد الجنازه وقطع، وغيكون المتصل ادوارد اتصل بتشارلي سول على بيلا. من بعد ما وصلت الخبر ديال على الشفت نقزات من الجرف، جيكوب ملي قال لي كيقاد جنازه ما كذبش عليه، غير هي ديك الجنازه اللي تيقاد غتكون ديال صاحبه اللي هجمات عليه فيكتوريا في الغابه. ولكن ادوارد حسب لي كيوجد الجنازه ديال فيكتوريا، حمل راسه المسؤوليه ديال موتها. وبيلا كتغوت على جيكوب حيت ما عطاهاش الدوي معاه. دخلت اليس قالت لها بلي خوها حمل راسه مسؤوليه موتها وغادي عند جماعه فولتاريا يقتلوه باش زعما يكفر على ذنبه. بيلا سمعت هادشي تحركت مع اليس يوقفوه، حاول جيكوب يمنعها تمشي ولكن والو. ركبوا بجوج في الطوموبيل اللي جات بها اليس وعفات. في نفس الوقت غنشوفوا ادوارد دخل عند زعماء منظمه فولتاريا. الزعماء كانوا تيعرفوهم مزيان، كيعرفوا القدرات اللي عنده، داكشي علاش حاولوا يخليوه ينضم ليهم في عوض انهم يقتلوه. وملي شافوه مصر امروه يخالف القوانين باش ما يكونوش قتلوه ظلما. في الجهه الاخرى غتكون اليس كتشوف كاع هادشي باستعمال القدره ديال رؤيه المستقبل، وبطبيعه الحال هادشي راه من الخيال. سولتها بيلا شنو شافت، قالت لها فولتاريا رفضوا انهم يعدموه بلا ما يخالف القوانين، ودابا غيكون كيخطط انه يوري راسه للبشر، وهذه بحد ذاتها جريمه عقوبتها الاعدام في القانون ديال مصاصي الدماء. في الدخله ديال البلده اللي كشف فيها ادوارد راسو وقفوا البوليس اليس حيت كانت غاده بجد في البلاصه ديال الاحتفالات. بسبب هادشي اضطرت بيلا تكمل على رجليها البرج الساعه اللي ناوي يكشف فيه راسو للناس. الدنيا كانت عامره بالناس بسبب واحد المهرجان، ولكن واخا هكاك وصلت البرج الساعه. طلعت في الاتجاه ديال الباب اللي قالت لها اليس، بلا ادوارد حيد الشوميز ديالو وخرج للشمس، وإلا مشاو الناس حتى شافوا الجسم ديالو كيبري تحتها غيعرفوه فامباير. بهادشي غيكون خرق القوانين وما غاديش يزقلوه فولتاريا. وصل صاحبنا للشمس، بدا الجسم ديالو كيبري، ولكن ما غيشوفوه الناس نقزت بلا وقفته في الوقت المناسب. صاحبنا شافها بغى يطير بالفرحه، طلب منها السماحه، قال لها بلي ما غاديش يعاود يخليها مره اخرى، ويلا غيخرجوا من تما. وقفوا عليهم المستشارين ديال ايرو قائد منظمه فولتاريا، وادوارد كيقول لهم بلي ما خرقش القوانين. خرجت جين اخت ايرو قالت لي ضروري بغى يشوفه. صاحبنا في هذه اللحظه ما لقى حتى شي حل غير انه يمشي معاهم، وبالفعل داكشي اللي كان. وقفوا قدام ايرون ناضي يجرب واش غادي يقدر يقرا الافكار ديال بيلا ولا ما غاديش يقدر كيف ما وقع لادوارد. وهنا غنعرفوا بلي ادوارد عنده نفس القدره ديال الزعيم ايرون، وتقدر تقول قوه منه حيت ادوارد يقدر يقرا الافكار بلا ما يقيس الشخص. قرب عند بيلا خدا يدا يجرب، بدا كيحاول يقرا افكارها، وبالفعل حتى هو لقى راسو ما قادرش يقراهم. وهنا طاحت عليه الفكره يجرب واش بيلا محصنه من كاع القوى ديال الفامبايرز ولا غير من قراءه الافكار. عن اختو جين طلب منها تجرب عليها القوه ديالها. ادوارد ما سمع هادشي بغى يوقف جين، طبقات عليه هو الاول. وهنا غنعرفوا بلي جين عندها القدره تخلي الاشخاص يتالموا. بيلا ما قدراتش تبقى تشوف ادوارد كيعاني، داكشي علاش طلبات من جين توقف وهي غتجي عندها تجرب عليها القوه ديالها. وبالفعل داكشي اللي كان، حاولت جين تخلي بيلا تتالم كيف ما دارت مع ادوارد ما قدراتش. وهنا غنعرفوا بلي بيلا محصنه من كاع القوى ديال الفامبايرز. ايرو عرف هادشي امر واحد من المساعدين ديالو يصفيها ليها، وهو قاصده ما عرف ادوارد من خرج ليه. في الاول شد مع ادوارد، ولكن في الاخير تقلب عليه، عطاه قتله ديال الكلاب ويلا غيصفيوها ليه. طلبات بيلا ايرو يخليه ويقتلها هي. ايرو اخر حاجه توقعها هي شي بشر يضحي براسو على ود واحد منهم، وهو قاصدها. قالت لي اليس شافت في الرؤيه بلي بيلا غتولي وحده منهم، طلب منها تقرب عنده، شد ليها يدها وبدات يقرا الافكار ديالها باش يتاكد من داكشي اللي قالت. وبالفعل قبل اليس شافت بيلا ولات وحده منهم، ديك الساعه خلاهم يشوفوا في حالهم وقال لهم بلي من بعد مده غادي يدوز يشوف، والا لقاها مازال ما تحولاتش غادي يصفيها ليها. وهما خارجين من تما تخالفوا مع وحده من دخل الايرون اللي معاه يتعشاو، والعشاء غيكون عباره على مجموعه ديال السياح جايين يكتشفوا القلعه. رجعوا صحابنا للدار ارتاحوا من كاع هادشي اللي وقع ليهم، والنهار الاخر نشوفوا بيلا كتحاول تقنعهم تولي وحده منهم. ادوارد رفض هادشي ولكن العائله كامله وافقت، قروا بلي مع غتسالي السنه الدراسيه غادي يحولوا الفامباير في حالهم. وادوارد مرجعها لدارهم خرج قدامهم جيكوب، سولوا ادوارد شنو بغى، قال ليه الا حولتوها غتسالي الهدنه بيناتنا. وهنا غنعرفوا بلي فاش دار كولين الهدنه مع جد جيكوب، كان واحد من الشروط ديالها ما يعضوا حتى بشاري، والا مشاو حتى حولوا بيلا غيكونوا خرقوا هاد الشرط وغتسالي الهدنه. حاولت بيلا تقنع جيكوب ما يتدخلش في هادشي حيت هي اللي اختارت تحول فامباير، ولكن والو. بقى كيتزيدو ادوارد في الهضره وحتى كانوا غيكبتوها وهي تدخل بيلا وسطهم. ديك الساعه تحرك جيكوب في حاله، ملي مشات جيكوب قال ادوارد لبيلا بلي عنده الحق وبدا كيحاول يقنعها تراجع القرار ديالها، ولكن كان راسها قاصح. ملي شافها مصره قال لها بلي غادي يحولها بشرط انها تزوج به. بيلا وافقت وقرب لي في نهايه ديال العام الدراسي غادي يحولها. في الليل واحد الصاد كيتمشى هجم عليه مصاص دماء، جا فيه طيحوه وبغى يعلق ضربه مره اخرى، وبقى على هذا الحال حتى حاصر في واحد المرصى، تما عضو من يده خلاه كيتحول ومشى في حاله. النهار الاخر غنشوفوا بيلا مع ادوارد وصحابها في المدرسه، وهما كيهضروا قالت لهم اليس بلي غدير شي حفله في دارهم وتعرض عليهم كاملين، ولكن بيلا رفضات صحابها يجيو للحفله، حيت في اي لحظه تقدر تدور لعائله ادوارد النقشه ويصدقوا معشيين بهم. وبيلا كتقول اليس غير تنسى البلان ديال الحفله، بان في وجه اليس بلي شافت شي حاجه ماشي هي هذيك. في نفس الوقت قرا ادوارد الافكار ديالها، ومن خلال التعبير ديال وجهه غنتاكدوا بلي واقع شي حاجه. بيلا لاحظت هادشي وهو موصل عند باه سولاتو شنو واقع، قال لها غير خايف الناس يلاحظوا بلي اليس كتصرف بغرابه وبدل الموضوع.
طلعت بيلا على باها بيلا كيبحث في شي قضايا ديال الاختفاء اللي كان منهم القضيه ديال داك الساط اللي عدو الفامباير. وهنا غنعرفوا بلي حتى ادوارد وعائلته تيقلبوا على داك مصاص الدماء اللي تيقتل الناس وغيكونوا كيديروا هذا الشيء حيت الا كثروا الاختفاءات بسبب مصاصي الدماء غيضطروا الفولتاريا يتدخلوا. الا تدخلوا غيجيو لهنا والا جاو لهنا ولقاو بيلا مازال ما تحولت الفامباير يصفوها ليها. من بعد ايام خدا ادوارد بيلا تشوف ما بيلا كان كيحسب لي خداها تشوف ما قبل ما يحولها، ولكن في هذا الوقت غنشوفوا عائلته تابعين فيكتوريا وغنعرفوا بلي داك النهار في المدرسه شافتها الجيه تقلب عليها. ومن اللي قرا ادوارد افكاره وعرف هذا الشيء بعد بيلا على المدينه وخلى عائلته يتكلفوا بها. بقات فيكتوريا علاقه هما موراها. واحد اللحظه دخلت للمنطقه ديال الدياب وما يوقفوا، وحتى قالت بلي صافي فلتات ليهم وما عرفت دياب صحاب جاكوب من خرجوا ليها. بداو حتى هما كيجريو موراها وغيبان بلي لاش دوار ان لله ودي احمد. فيكتوريا شافت دياب قربوا لها نقزت المنطقه ديال الفامبايرز. تما بدات عائله ادوارد تابعه عاوتاني نقز عليها جاسبر خوات اللي رجعت للمنطقه ديال الدياب. وايما تابعها جا في واحد من صحاب جاكوب منعو يدخل المنطقه ديالهم وهو مقابل معاه. استغلت فيكتوريا الفرصه علقات من تما. النهار الاخر رجع ادوارد وبيلا من الصفر وهما داخلين المدرسه لقاو جاكوب كيتسناهم تما. سولاتو بيلا اش كيدير هنا، قال لها جيت غير باش نقول ادوارد يخلي عائلته بعد المنطقه ديالنا. موراها عاود لي على البلان ديال فيكتوريا اللي كانت جايه على قبلها. بيلا ملي سمعت هادشي وعرفت بلي ادوارد خدا عند ما باش يخلي عائلته يشدو فيكتوريا في خاطرهم سخطات عليه. حاول صاحبنا يشرح لها بلي دار هادشي باش يحميها ولكن ما سمعاتش ليه. طلبات منه يعطيها شويه ديال الوقت وركبت مع جاكوب وتحركات. اييه يرضي عليك، سيري مع جاكوب دوري مع راسك وملي ترجعي انا كنتسناك. سيري احفر لبوك الجدر، قال لك مصاص دماء لا واه مصاص اللبن. مشات بيلا مع جاكوب للمنطقة ديالهم تلاقات صحابو ضحكوا نشطوا دوزوا وقت زوين. وفي الليل مع رجعت للدار دق على ادوارد، سمحات فيكم مشات مع واحد اخر ومازال راجع. ويلي وي تركت ليكم خونا عنيبة من درجة مصاص دماء. وهو كيسولها كيبقى تشم الريحة ديال مصاص دماء واحد اخر. وغنعرفوا بلي داك الصاد اللي كنا شفنا عندو مصاص دماء تحول حتى هو الفامباير. وملي كانت الدار خاوية جا ليها، شكان كيدير في دار بيلا وشنو بغى منها؟ من بعد ونعرفوا. حاولوا عائلة ادوارد يعرفوا شكون الداخل غير من الريحة ديالو ما قدروش. ومعاه كانوا مشغولين بملاحقة فيكتوريا وعاد يتخاصموا يصيدوا الماكلة ديالهم. طلبات بيلا من جيكوب يحماها هي وباها. ادوارد في الأول رفض هذا الشيء ولكن ملي ما لقاش عنده حل آخر وشاف بيلا مصرة اضطر يوافق. من هاد النار ولاو كيديروا النوبة على الحماية ديالها. كتبدا عائلة ادوارد الحراسة وملي كيمشيو كيجيو الدياب. أما بيلا فما بقاوش مرة كيخليوها بوحدها، كدوز النهار كامل مع ادوارد وفاش كتكون عنده شي حاجة كيخليها مع جيكوب. في نفس الوقت غيكون داك مصاص الدماء اللي شفناه تحول في البداية كيحول بزاف ديال الناس اخرين. عائلة ادوارد مع وصلتهم هاد الخبر عرفوا كيحاول يوجد جيش ديال مصاصي الدماء وبداو كيفكروا كيفاش يوقفوه. في الجهة الاخرى وبيلا خارجة مع جيكوب بدا كيتقرب ليها اعترف ليها بلي كيبغيها. واحد اللحظة نعيشو غاية راك فاهم، وهي تسخط جات فيه بكروشي للوجه ولكن مع وجهو قاصح كلاتها في يدها. ادوارد ما عرف هادشي مشى كيطير شنق على حبو ويلا غيكبتو اخر جبوها فكهم. ديك الساعة تحرك جيكوب في حالو وادوارد خدا بيلا لدارهم يعالج ليها باه يدها. وهما كيعالجوها غيبان فروز اللي ما حاملهاش. ملي سال عليها كوالي العلاج ديال يدها تبعتها سولات علاش ما كتحملهاش، ردات عليها روزلي بلي ماشي ما كتبغيهاش بل ما باغيهاش تحول مصاص دماء حيت حياتهم خايبة بزاف. موراها بدات كتعاود لها كيفاش تحولات حتى هي. قبل عقود كانت روزلي مزعوطة في واحد الساط ولكن هو غير كيدوز بها الوقت وعمره كان ناوي يكمل معاها. في واحد الليله هو سكران مع صحابه ضرب عليها دايزه غوت عليها. روزلي بان لها مفوت شويه ولكن كيف ما كان الحال تيبقى خطيبها وخاصها تمشي تشوف شنو بغا. ويا ريتها ما مشاتش عنده. مع وصلات بدا صاحبها كيبسل عليها كيحيد لها حوايج حدا صحابو، هي تقاومهم ولكن في الاخير تكرفصوا عليها وخلوها تما كتنزف وتحركوا. روزلي كانت كتقول بلي هذه التاليه ليها وحتى قربت تعقدهم وهو يوصل كوالي نحولها مصاص دماء وعتقها. روزلي ملي عرفت راسها ولات مصاص دماء وغتبقى حياتها كامله في نفس العمر بالاضافه لان عمرها يكون عندها ولاد سخطات. والحاجه الوحيده اللي كانت مفرحاها هي غتقدر تنتقم من خطيبها وصحابه. اول حاجه صفاتها لصحابه هما الاولين باش تخليه يتخلع مزيان، موراها قصداتو حتى هو كرفصاتو مزيان عاد صفاتها ليه. وهي كتعاود لبيلا. في الجهه الاخرى غنشوفوا فولتاريا مراقبين داك الجيش ديال مصاصي الدماء وغنعرفوا بلي حتى هما ساهموا في التكوين ديالو. السبب اش؟ من بعد ونعرفوا السبب اش. جات الحفله ديال التخرج، لقات وحده من صحابات بيلا شي خطاب، موراها فرقوا عليهم الشواهد ديالهم وبداو الاحتفال. وبيلا مسركله في الحفله وقف على جاكوب، طلب منها السماع على داك البلان اللي وقع، عطاها واحد الكادو جابوا لها بمناسبه التخرج. وهما كيدي ويجيبوا في الهضره ضربات على اليس كتصرف بغرابه. وغنعرفوا بلي شاف داك الجيش ديال الفامبايرز كيوجد باش يقتل بيلا. مور الحفله غنشوفوها جا مع باها ادوارد ومعاهم جاكوب وصحابو كتعاود لهم هذا الشيء. سولوها فوقاش غيوصلوا، قالت لهم من 4 ايام يكونوا في المدينه وباينه بلي غترون. جاكوب سمع هذا الشيء عرض عليهم يعاونهم هو والقبيله ديالو. حاولت بيلا تمنعو وطلبات من ادوارد يمنعو يتدخل ولكن ادوارد كان عارف ما غاديش يقدر عليهم غير هو وعائلته. داك الشيء علاش قبل المساعده ديال جاكوب. والنهار الاخر نشوفوهم كيتدربوا باش يواجهوهم. تما غنعرفوا بلي الاشخاص اللي يلاه تحولوا جداد الفامبايرز كيكونوا قوى من اللي داز مده طويله على التحول ديالهم. جاسبر اللي غيتكلف بالتدريب ديالهم حيت هو اخر واحد تحول وهو اكثر واحد كيعرف المتحولين الجداد، المتحولين المصاص دماء ماشي المولينكس. ايوا زريقه زير معايا.
ملي سالاو التدريب ديالهم شكرات بيلا جاسم حيت مخاطر براسو على قبلها، بقاو كيديو يجيبو في الهضره. واحد اللحظه سولاتو كيفاش ولا مصاص دماء، ديك الساعه بدا كيعاود ليها صاحبنا قبل ما يتحول كان جندي في الجيش. فواحد النهار وراجع من شي معركه تلقى اول فامباير في حياته، كانت مرا سميتها ماريا. صاحبنا شافها تسحر بيها، ولكن هي من الاول كانت باغا غير تستغله. اول حاجه دارت براسها كتبغيه، موراها حولاتو لمصاص دماء وخلاتو يدرب لها الاشخاص جداد باش تحارب بيهم. صاحبنا كان تحول مصاص دماء ما كيرحمش، وفي هاد الوقيته بانت اليس في حياته، وهي اللي خرجته من داكشي اللي كان فيه ورجعته للطريق الصحيح. بيلا من بعد ما سمعت القصه ديال جاسبر وكيفاش سيطرت عليه ماريا، شكات بلي ممكن تكون فيكتوريا دارت نفس البلان مع داك السات اللي سميتو رايلي وخلاتو يجمع لها جيش باش تصفيها ليهم. في نفس الوقت غنشوفو فيكتوريا مع رايلي وغنعرفو بلي الاستنتاج ديال بيلا كان صحيح. من بعد ما حولاتو المصاص دماء تلاعبات بيه وخلاتو يبغيها ويولي ينفذ اي حاجه قالتها، كيف ما وقع جاسبر مع ماريا. وهي كتهضر مع الهجوم سولا رايلي علاش باغا تهجم على آل كولين، بدات كتخدم معها اللي كنسميها انا التحلوين باور، كتمسكن عليه كتقول لي بلي ما بقاتش قادره تعيش مرتاحه وما باغين يقتلوها. وملي زاد كمل في الاسئله ديالو بدات كتبكي وكتقول لي بلي ما كيتيقش فيها. المشوه في هاد اللحظه قلبو حن وبدا كيطلبها تحبس البكا وهو غادي يدير كاع داكشي اللي بغات. ولكن بيني وبينكم اختنا راه قنبوله، انا في بلاصتو نعض حبكم كاملين، اسير مبسط معاكم الشباب، دير ديك لايك حداك. جا النهار فين غاترون وراي اللي جامع الجيش ديالو كيوجد باش يقصد بيلا، غيكون ادوارد واللي ما حتى هما كيوجدوا ليهم. حطات بيلا شويه من الدم ديالها في البلاصه اللي باغيين يستدرجوهم ليها، وهزات جيكوب خرجها من تما باش ما يخليوش الريحه في الطريق اللي غدوز منها. طلعوا لواحد البلاصه بعيده يخليوها فيها حتى تسالي الحرب، دوز معاهم جيكوب ليله تما. والنهار الاخر وبيلا كتهضر مع ادوارد على زواجهم من بعد ما كان كيحسب لها جيكوب مشى، خرج موراها ما يكون سمع هادشي كامل. بيلا ملي شافت جيكوب سخط وعرفات بلي ادوارد جبد معاه الموضوع ديال زواجهم باش يسمعهم سخطات عليه، وجيكوب غادي من تما كاعي تبعتو كتجري ونعيشو غيرك فاهم. ادوارد في هاد الوقيته غيكون غير واقف في بلاصتو كيشوف فيهم، قال لك فامباير تا راه خفاش وبزاف عليك، مصاص دماء ديال اواخر الزمان ما بقات لا حرب لا مسمن، عليا باليمين حتى نذبحهم بجوج. من بعد هادشي خلاهم جيكوب تما وهبط يعاون صحابو عائلة ادوارد في القتال ضد رايلي. وصل رايلي والجيش ديالو للبلاصة ديال الحرب، هجموا على عائلة ادوارد، عائلة ادوارد هجموا عليهم هما والدياب، والدعوة غترون. هاك شد ليا اجي انت هاك للفقيرة تمك. اللي جا قدام عائلة ادوارد والدياب كيصفيوها ليه، واللي خلاهم يسيطروا على الحرب هو الجيش ديال رايلي، ما توقعوش الدياب يعاونوهم. وهي شابكة تما استغل رايلي وفيكتوريا الفرصة تبعوا ريحة ادوارد، بهادشي وصلوا للبلاصة اللي مخبع فيها بيلا. ادوارد معاه وقفوا عليهم، بدا كيحاول يقنع رايلي بلي فيكتوريا كتستغلو باش تنتقم لجيمس، وفيكتوريا باش تمنعو يدير هاد الشيء قالت رايلي بلي كتبغيهم اللي غادي يصفيوها ليه بغا يعيشوا بجوج. وبالرغم من ان ادوارد كان تيعطيه ادله على انها كتلعب به، راه ستار وكان مسحور بها وما كيسمح حتى لشي هضره من غير ديالها. وهو هاجم على ادوارد وبيلا ما عرف وحده من الدياب من خرجات ليه. ادوارد ضرب على فيكتوريا غتعلق من بعد ما شاف الدياب طاير صاحبها يدو، بدا كيستفزها باش ترجع، قال لي على كيفاش صفوها لجيمس وبلي الا عاودت جاتو الفرصه غيعذبو مزيان قبل ما يصفيها ليه. فيكتوريا استفزات هاد الهضره جمات عليه وهو يشد حبها. هاكي الفقيره تمك، عطاها قتله ديال الكلاب ويلا غيصفيها لها جرايلي في الديب لاحو ونقز على ادوارد. صاحبنا في الاول كان مسيطر على القتال ولكن مع جوج بالزربه تقلبوا عليه، نقزت عليه فيكتوريا خنقاتو وشدو رايلي من يدو ويلا غيصفيوها ليه. جرحات بالليتا باش تلاهيهم، بالفعل الخطه ديالها نجحات. فيكتوريا ورايلي شموا ريحه الدم غفلوا على ادوارد وهو يبدا يخلط فيهم. جا فرايلي بدات تلوجي لها حول الديب، شير على فيكتوريا بكروشي اللوجه شقلب امها، ورايلي جرو الديب طلب من فيكتوريا تعاونو رفضات. وهنا عاد عرف بلي الهضره اللي قال لي ادوارد كانت صحيحه، وفيكتوريا قاصده بيلا خرج قدامها ادوارد ضربها لها بقجه، هزها حتى للسما وخبطها مع الارض. وملي شافها ما ناوياش تزاقل معاهم طار عليها بعض قطع عليها عنقها وشعل فيها العافيه باش يتهناو منها بمره. في الجهه الاخرى يكون عائلته والدياب غلبوا الاتباع ديال رايلي، ولكن جيكوب تضرب ضربه خايبه واكثر من هادشي جماعه فولتاريا قاصداهم وكانوا قالوا لهم اخر مره تلاقاهم الا دازوا لقاو بيلا مازال ما تحولاتش غادي يصفيوها ليها. مع هزوا الدياب جيكوب وتحركوا وصلت جماعه فولتاريا، وبطبيعه الحال داروا براسهم ما كانوا عارفين والو على فيكتوريا والجيش ديالها. سولهم على بيلا، قال لهم كولين بلي تحدد الموعد ديال تحويلها وقريب غادي تولي منهم. وتجين كتهضر معاهم في هادشي ضربات على وحده صغيره كانت في الجيش ديال رايلي، سولتهم عليها قال لها كولين استسلمات في المقابل عطاوها فرصه. تجين رفضات هادشي والعائله كيحاولوا يقنعوها تخليهم يربيوها، امرات المساعد ديالها جمع ليها قتلها. دابا غتكونوا كتسالوا علاش فولتاريا بغين يصفوا لعائله ادوارد، انا غنشرح لكم. فولتاريا كانوا عرضوا بزاف ديال المرات لاليس وادوارد ينضموا ليهم حيت عندهم قوى متميزه اللي هما رؤيه المستقبل عند اليس وقراءه الافكار عند ادوارد، ولكن صحابنا ما بغاوش يسمحوا في عائلتهم ينضموا لفولتاريا، داكشي علاش بغات فولتاريا تصفى العائله. ولكن بطبيعه الحال ما يقدروش يديروها بالعلالي حيت ما غتبقاش عندهم مصداقيه، وحتى مصاص دينا ما غادي يبغي يحكموا العالم ديالهم. سالا هادشي تحركوا فولتاريا في حالهم، وفي الليل غنشوفوا كولين كيعالج جيكوب، جبر ليه الضلوع اللي كانوا مهرسين وهو خارج من عنده شكر باه وغيبان بلي تحسنات العلاقه بيناتهم. دخلت بيلا عند جيكوب شافته وسكرات حيت غامر بحياته على قبلها، وقبل ما تمشي في حالها قالت لي انسى البلان ديال هذيك نعيش وغيرك فاهم.
من بعد ايام غنشوفو كتهضر مع ادوارد على النهار اللي غادي يحولها فيه، وغنعرفو بلي قرروا يديروا البلان قبل شهر من عيد ميلادها، حيت ما بغاتش تولي اكبر منه بعامين. ادوارد لحد الان يكون مازال ما بغيش يحولها، حيت كي غتولي مصاص دماء غيخصها تخلى على حياتها الحاليه بمره، يعني عمرها غتعاود تشوف عائلتها وصحابها. واكثر من هذا الشيء، من بعد قرون ما يبقى حتى شي حد من الناس اللي كتعرف، ولكن هي كانت مصره ومقرره بلي غتولي فامباير وتكمل حياتها معاه. دازوا الايام، جات الوقيته ديال العرس، وهنا غيبان بلي كلشي غيطير بالفرحه الا جاكوب. فاش وصلتو الدعوه ديال العرس بغى يحماق. صافي يا صاحبي تبكي على امها، شوف ليك حتى انت شي ديبه ديرو شي فشي ومريضنا ما عنده باس. قادات اليس كلشي في النهار ديال العرس، صايبات هي وازمي الماكياج البيلا، وباها دخلها وسط دوك الناس اللي كانوا معروضين. الدعوه كانت مخلطه، كانوا معروضين الدياب، مصاصي الدماء، بالاضافه لصحاب بيلا وعائلاتهم اللي كانوا بنادم. بلا ما ديروا براسكم تفاجئتوا، حيت حتى في العراسات ديالنا راه هكا كيكونوا الدياب الفاعي بعد المرات شي تعلب. المهم داروا دوك الطقوس ديالهم، نعيشوا غيرك فاهم، وبدات الحفله. فهاد الوقيته كل مره كانوا كيجيو شي وحدين يباركوا ليهم، ومن بينهم كانت ايرينا خطيب داك الويل اللي لقاوه الدياب باغي يقتل بيلا وصفوها ليه، وغيباب اللي حاقد على الدياب، وزاد حقدات عليهم اللي لقات شي وحدين منهم في الحفله. ولكن بيني وبينكم هاد الدريات اللي كيشربوا الدم رقم بولات، لا كانت شي مصاصه دماء باغا شي بشري ولا شي حاجه تدخل عندي الانستغرام، انا راه معطيه هي هادشي ديال العضان غجربيني نعجبك. المهم مور تقديم تاني بداو عاوتاني كينوضوا واحد مورا واحد يلقاو شي كلمات معبره. حنا عندنا معاك تعشى كتسمع يلا سيادنا وقت الغرامه هذا، نتوما كيفاش تعشيتو ومشيتو؟ ايوا وكيبداو يجبدوا، ها خالتها جايبه ليها بلاطو، عمتها براد، سي المونتاج الا شفتيني كنخرج بزاف على الموضوع دير شي حركه. من بعد القاء الكلمات قال ادوارد البيلا بلي باغي يوريها شي حاجه وخدها مور الدار، وتحيه للعقول الراقيه. مور الدار لقات جيكوب كيتسناها وغيكون تقبل البلان، وجا حتى هو يبارك ليهم. وباش يعجبك هاد مصاص الدماء ديال العبار غوصلها عند جيكوب ومشى، كيخليك تهضر ليه مع مراتو على راحتكم، سير يحفر لبوك الجزر المشوه، احساس ديال الفامبايرز. بقى جيكوب كيدي ويجي مع بيلا في الهضره، بان بلي صافي نسى كاع داكشي اللي فات، ولكن ما عرفهم غيبقاو مده مور الزواج غادي يحولها سخط، وغيبان بلي الا دوزات معاه مده ديال الزواج بلا ما تتحول لمصاص الدماء تقدر تموت. علاش غادي تموت؟ من بعد ونعرفوا. بدا جيكوب كيغوت كيقول لي هادشي خطر عليها، وملي شافوا صحابه غيفقد السيطره على راسه دخلوا خداهم من تما. سالى العرس ودعات بيلا وادوارد صحابهم والعائله، وتحركوا يدوزوا شهر العسل في واحد الجزيره ديال كولين. وصلوا ليها قادوا حوايجهم ضحكوا نشطوا، والصباح صبحت الدنيا كامله مهرسه. الله يا خويا الله واخا تكون كنتي مربوط. دوزات بيلا وادوارد مده طويله في ديك الجزيره، لعبوا بجوج خرجوا بجوج تقربوا لبعضياتهم بزاف، واهم حاجه نعيشوا غيرك فاهم. الامور كانت كتبان غدا مزيان، كلشي هو هذاك، حتى لواحد النهار صبحت بيلا كترد وشكوا بلي ممكن تكون حامله. اتصل ادوارد بكولين سول واش ممكن يوقع هذا الشيء، طلب منه يرجع في اسرع وقت وديك الساعه يشوفوا شنو كاين. وادوارد كيجمع حوايجه باش يرجعوا، دخلت عندهم وحده من السكان ديال ديك الجزيره، وغتكون عارفه الحقيقه ديال عائله كولين، واصلا هي اللي كتكلف بالدار فاش ما كيكونوش في الجزيره. هاد المراه كانت من الناس القدام اللي كيامنوا بزاف بالاساطير، وسبق ليها سمعت بشي حاله بحال الحاله ديال بيلا. ما ضربات على كرشه وعرفاتها حامله من مصاص دماء، قالت ليها بلي خاصها تحيدو في اقرب وقت، حيت الا مشى حتى كبر غيصفيها ليها. هاد الهضره زادت خلعاتهم وخلاتهم ديك الساعه يشدوا الطريق. وهما راجعين اتصلت بيلا بها قالت لي بلي عجبها الحال تما، داكشي علاش غادي يزيدو شي ايام اخرين، وغتكون دارت هادشي باش ما يشوفهاش في ديك الحاله. دازوا اسابيع على هاد البلان. فواحد النهار بين بيلا كيزور بين جيكوب، عرف منو جيكوب اللي بيلا غتزيد شي ايام تما، هادشي خلاه يشك بلي كاينه شي حاجه، وديك الساعه تحرك للدار ديال عائله كولين يتاكد. وصل صور كولين عليها دخلوا عندها، تما غيتصدم كرشه كبيره حالتها حاله، ومن خلال هادشي غيعرفها حامله. صاحبنا في هاد اللحظه سخط، صور كولين شنو واقع؟ قال لي حتى هما ما عارفينش، واصلا هادشي كان من المفروض مستحيل يوقع، والمشكله الكبيره هو الجنين تكبر بواحد السرعه ماشي عاديه. طلب جيكوب من كولين يحيدو حيت ممكن يقتلها، ولكن بيلا رافضه دير هادشي. ادوارد اول حاجه اتفق فيها في حياته مع جيكوب هي بيلا خاصها تحيد داك الجنين. جروا الجرده طلب منه يدوي معاه ويحاول يقنعها تحيدو، جيكوب وافق. مورا غنشوفو جالس معاها، بدا كيهضر معاها على الجنين ديالو على كيفاش انه ممكن يقتلها، طلب منها تحيدو حيت واخا تولدو ما غتكونش حيه باش تشوفو، ولكن والو، خاتنا راسها قصح من الحجر، واصلا كون كانت كتسمع داكشي اللي كيقول كاع ما تزوج بمصاص ديما. جيكوب من بعد ما يدو معاه ومد منها لحق لا باطل تحرك من تما ساخط. وصل القبيله ديالو لقاها وصلاتهم الخبار ديال بيلا حامله بوحش ممكن يدمرهم ويدمر الناس، ومقررين بلي خاصهم يصفيوها ليه. صاحبنا رفض يدخل معاهم في هذا الشيء حيت باش يصفيوها ليه خاصهم ضروري يقتلوا بيلا. حاول الزعيم يبزز عليه هذا الشيء، ولكن صاحبنا رفض ينصاع الاوامر ديالو. وهنا غنعرفوا بلي جيكوب حفيد الزعيم السابق، وهو اللي كان من المفروض ياخذ زعامه القبيله، وغير حيت ما بغاش ولا سام هو الزعيم. ملي عرف جيكوب القبيله ديالو غيهجموا على بيلا، فالبلاصه رجع علم ادوارد بهذا الشيء وطلب منه يستعد ليهم. وجيكوب حتى الدار اللي فيها بيلا لحقوا عليه جوج من القبيله ديالو.
ديالو. في الاول بغى يدابز معاهم حيت حساب ليهم صيفطهم سام، ولكن غيكونوا حتى هما خرجوا من القبيله وجاو لهنا يعاونوا يحمي بيلا. مع طاح الظلام وجدوا عائله كوني راسهم يواجهوا سام في حاله تهجم، وجيكوب ولي عاصرين على سام برا. غيبان بلي هاد ليا مزعوطه في جيكوب، وداكشي علاش اصلا صبحت في المجموعه وجات باش تعاونو بيلا. ما حد الجنين ديالها كيكبر وحالته غدا وكتدهور، وهذا الشيء بسبب ان الجنين اللي حامله به قوى منها بزاف. دار ليها كوني الاشعه يشوف الجنين ما بانش ليه، ولكن اكتشف بلي الرس ليه عظم وما غاديش يدوز بزاف ديال الوقت حتى ياكلها من الداخل باش يخرج. يعني عندها وحده من الجوج، اما تحيدو دابا ما حد مازال ما قادرش يقاومها، ولا تخليه وديك الساعه اكيد غادي يقتلق بما يتزاد. طلبات بيلا من كوني يعضف الوقيته اللي تكون كتموت يحولها لمصاص دماء. رد عليها بلي فكر في هذا الشيء، ولكن يقدر ما ينجحش حيت تكون حالتها مدهوره بزاف. بالرغم من كاع الخطوره اللي مشكل عليها الجنين ما بغاتش بيلا تحيدو، وهذا الشيء سخط ادوارد وبان فيه بلي ما كراش يقتلو بزز منها، وبالخصوص مضرب عليها كدوش واكتشف بلي الجسم ديالها ولا بحالها خارجه من شي قبر. من بعد مده ديال البحث اكتشف كولين بلي الجنين مصاص دماء خاصو ضروري الدم، والطريقه الوحيده باش يوصلوه ليه هو يشربوه لبيلا. جيكوب ما عجباتوش الفكره، ولكن مور ما نفدوها توقف الجنين على شرب الدم ديالها. تحسن النبض ديالها بزاف وعرفوا بلي الجنين كان خاصو الدم، داكشي علاش بدا كيدمرها من الداخل. من بعد هاد الشيء بداو كيعطيوها جرعات منتظمه، وغيبان بلي حتى هي ولات كيعجبها تشربو. باين بيلا فاش تعطلات بزاف اتصل بها يشوف شنو كاين، حيت عند بالو مازال في شهر العسل. ودي عمي غصبر راه قريب تولي جد. بيلا ما كانتش باغا يشوفها في ديك الحاله ولا يعرف حقيقه ديال راجلها وعائلته، داكشي علاش باش تصدروا قالت لي بلي تصابت شي فيروس وغادي تمشي لسويسرا تعالج. واسمع هاد الشيء غمازال تخلع وبغى ديك الساعه يشد الطياره لسويسرا. سولاش من السبيطار مشات ليه، قالت لي بلا ما يجي حتى قريب غادي ترجع، وقطعت التليفون. وادوارد كيعطيها الجرعه ديال الدم، اكتشف بلي ولا كيقدر يقرا الافكار ديال الجنين، وهنا في البلاصه تحول من انه كارو باغا تحيدو لانه يبغي ويتسنى يتزاد بفارغ الصبر. من بعد التحاليل اللي دار لها كوني لقى بقى لها نهار وتولد. غوت لجيكوب قال لي هذا الشيء وطلب منه يعاونهم يدخلوا للغابه يصيدوا شي حيوانات ياخذوا منهم الدم حيت تحتاج ليه بيلا وهي كتولد. والمشكل اللي كان عندهم دابا هو معاه يدخلوا للغابه غيصفى لهم سامو الدياب اللي معاه. بقى جيكوب كيفكر والنهار الاخر نشوفو تيغوت لسامو اللي معاه. فجا وطلب منهم السماح يتخرج من المجموعه، وهو كيقول لهم بلي معاه غتولد بيلا غيصفيها الجنين. غيكون كولين وعائلته كيصيدوا في الغابه وغنعرفوا بلي دار هذا الشيء غير باش يلاهيهم. وكولين واللي معاه كيصيدوا تبعهم جوج دياب كانوا بقاو تما على قبل الحراسه. بقاو هما علاقين دياب موراهم. واحد اللحظه جاو في مرات كولين طيحوها ويلا غيصفيوها ليها. دخل ولده جا في حبهم لاحهم وخدها كولين وعلقو من تما. سام سمع الدياب اللي خلا في حراسه تيغوتو، عرف جيكوب غوت ليهم غير باش يلاهيهم، وديك الساعه تحركوا عندهم. بالفعل نجحت الخطه ديال جيكوب، وقدر كولين واللي معاه يجمعوا الدم الكافي لبيلا. في الليل هما كيعطيوها تشرب وزلق ليها الكاس تخوى في الارض، والجنين كيحاول يتبعوها الرسها من ظهرها، وبدا كيحاول يخرج قبل الوقت. هنا ما بقى عندهم حتى شي حال غير انهم يعاونوها تولد، وحيت باهم الدكتور كولين ما كانش في الدار اضطروا يديروا هادشي بوحدهم. وروزلي كتفتح لها كرشه باش تخرجوا غلبات الغريزه ديال شرب الدم، ويلا غتشرب البيلا الدم ديالها. نقص جاسبر واليس خرجوها من تما. هنا ما بقى عند ادوارد حتى شي حال غير انه يعاونها تولد هو وجيكوب. بقاو مقاتلين معاها هي كتعاني، وحتى قربت تعقدهم وهو يخرج ادوارد الجنين. المولود كان بنيه، ملي شافتها بيلا فرحات بزاف، ولكن من بعد مده قصيره معاها كانت كتنزف بزاف غيبات وما بقاتش كتنفس. حاول جيكوب يدير لها الاسعافات والو. ديك الساعه عطى ادوارد البنت لخته ومشى كيجري جاب حقنه عامره بالسم ديالو دقها ليها، ولكن حتى السم ديالو اللي كان من المفروض يحولها لمصاص ديما ويعتقها ما قضى والو. وفي هاد اللحظه غيبان بلي صافي مول الامانه دا امانته. جيكوب خرج من تما كيبكي، ولكن ادوارد ما تقبلش بمره فكره انها ماتت، وبقى كيعضف الجسم ديالها كامل وكيحاول يحولها لمصاص ديما. نمشيو عند سام، مع وصلاتو الخبار ديال بيلا ماتت وهي كتولد، جمع القبيله ديالو وبدا كيوجد باش يقتل البنيه اللي يلاه تزادت، حيت كتبان ليه الا كبرات تقدر تصفيها ليهم كاملين. طلب منه باين جيكوب ما ياديش ولده الا حاول يدافع عليها. دار فيه سام دوك الشوفات ديال ما نقدر نوعدك بوالو، وخد صحابه وتحركوا. نمشيو عند جيكوب، من بعد مده هو كيبكي حمل البنيه مسؤوليه موت بيلا، وديك الساعه قصد يصفيها ليها. صاحبنا كان غادي عندها ساخط، ولكن مع دخل عندها الغرفه وشاف لها في عينيها ما عرفش شنو وقع عليه. كاع داك الكون اللي كان عنده تحول لمحبه، وفي عوض ما كان باغي يقتلها ولا مستعد يضحي بحياته على قبلها. في نفس الوقت يكون سامو اللي معاه قاصدين دار عائله كولين. ادوارد حس بهم غوت الاليس وجاسبر وخرجوا عندهم. هجم عليهم سامو اللي معاه، بدا ادوارد وخوتو كيدافعوا على راسهم، والدعوه غد ترون. في الاول غمق عليهم سامو اللي معاه، عطاهم قتله ديال الكلاب ويلا غيصفيها ليهم. وصل كولين ومراته بالاضافه لاميت، هكا تقادوا في العدد. بقاو دقه فيا دقه فيك، وكيبان بلي ما يوقفوا حتى يموت شي واحد. ولكن في هذه اللحظه دخل جيكوب فرض السيطره ديالو على الدياب وهما يتراجعوا. وقفات المضاربه رجعوا للقبيله ديالهم. ديك الساعه دخل الدكتور كولين شاف بيلا. من بعد الفحوصات اكتشف بالسم ديال ادوارد قضى الغرض ديالو اللي هو يحول لمصاص دماء، وهذا الوقت كانت غير مغيبه ماشي ميته كيف ما كيحسب ليهم. من بعد ايام وهي في غيبوبه اكتمل التحول ديالها لمصاص دماء، رجع الجسم ديالها القوه ديالو، ومورها بمده قصيره فاقت. ملي حلات عينيها اكتشفت بلي ولات وحده من مصاصي الدماء، وحتى هي عندها القوه ديالهم ولات
تقدر تقول كثر منهم. اول حاجه دارت عن نقات ادوارد وغيبان بلي غطير بالفرحه حيت غتقدر تبقى مع حياتها كامله. سولاتو على بنتهم قال لها مع العائله، ولكن قبل ما تشوف خداها تصيد حيت كانت كتبان عطشانه بزاف ومحتاجه للدم. وهما في الغابه عاصرين على واحد الغازل شمات بها الريحه ديال انسان، وغيبان بلي مازال ما كتحكمش في الغريزه ديالها مزيان. قدرات تحدد الموقع ديالو من خلال الرائحه، وهو كيتسلق الجبل غنشوفها قاصده، وغيبان بلي الا طاح بين يديها راه ان لله ودي هاد احمد. ادوارد هز راسه وضرب عليها قاصده تبعها وقفها. بقى كيهدنها كيفكر بلي الا قتلاتو غتولي مدمنه على الدم ديال الانسان وما تبقاش قادره تحبس. بالفعل قدر يقنعها، وديك الساعه رجعت تعصر على داك الغزال، وهي مخبعه مور واحد الحجره مستنيه الفرصه. هجم المر على داك الغزال وهو منقز عليه ما عرف بين لا من خرجت الحبه. هزاته وضرباته مع الارض وشربات ليه الدم ديالو. طريقهم للدار لقاو جيكوب كيتسناهم. سلم على بيلا قال لها بلي فرحان حيت رجعات، ودخلوا للدار تشوف بنتها. بيلا مع ضربات عليها بدات كتفكر اول مره شافتها. سولت ادوارد شنو واقع وعلاش الذكريات كيدوزو قدامها. قال لها البنيه اللي ولدو عندها شي قوه مازال ما عرفوش شنو هي بالضبط، واللي عارفين هو كتقدر تخلي اي واحد شده بين يديه يرجع الذكريات ديالو معاها ولا يشوف شنو غيوقع ليه معاها في المستقبل. وهي كتلعب معاه عرفت بلي جيكوب حط عليها علامه، حط علامه يعني باغي يتزوجها فاش تكبر. ما شداتش ليك فمها دزتي البنت. بيلا سمعات هادشي سخطات، جرات حبو لحتو برا وبدات عليه هادي تنفع هادي الضر. حطات قتله ديال الكلاب وهي كتدخل ليه شرح ليها بلي القبيله ديالو كانوا باغيين يقتلوها، واضطر يحط عليها علامه ويقول لهم بلي غيتزوجها باش يحميها. احيانا عليك العفيريت، قلتي بيلا مبوكسه قلب البرمة على فما تخرج البنت لامها، يعني البنت حتى هي غتكون مبوكسه؟ صافي انا رسموها من داب. المهم ملي عرفات بيلا بلي دار هادشي باش يحميها وقفات. داز شهر على هاد البلان. في عيد ميلاد بيلا عطاوها العائله دار كادو، خداتها اليس وراتها لها هي وادوارد، وغيبان بلي غطير بالفرحه. ولكن وسط هاد الفرحه كامله والحياه السعيده اللي كتعيش كان خاصها توصل باها بلي ماتت وتغبر هي والعائله من المدينه. جيكوب ما تقبلش فكره بيلا غادا تغبر وما غاديش يعاود يشوفها، وباش يخليها في المدينه اضطر يعاود لباها الحقيقه. وتشارلي في الجرده ديالو كيهرس الخشب حتى وقف عليه. سولو واش عنده شي خبر على بيلا، قال لي ولات بخير غير هي اضطرت تحول شي حاجه، موراها تحول قدام ولدي بوراه الحقيقه ديالو. تشارلي شاف هادشي برد ليه الماء في ركابي. النهار الاخر نشوفو تيقول لبيلا وادوارد بلي عاود لباها الحقيقه. بيلا سمعات هادشي سخطات، وهي كتغوت عليه وكتقول لي بلي عرفوه الفولتار يعرف الحقيقه ديال مصاصي الدماء غيقتلوه. هدنها وشرح ليها بلي عاود لي غير الحقيقه ديالو هو، اما هي وادوارد فقال لي غير كيتحولوا لشي حاجه، ومادام ما عرفش علاش كيتحولوا فما عند الفولتاريا ما يديروا لي. سولته فين هو دابا، قال لها من هنا 10 دقائق غيجي يشوف. العائله ما عرفوا هادشي رسقوا لبيلا عدسات في عينيها، وبداو كيدربوها تصرف بحال بنادم باش ما يعرفش بها الحقيقه ديالها. من بعد مده قصيره وصلت شارلي للدار. دق حليه كولين دخلوا عندها، سلم عليها قال لها بلي توحشها بزاف، وسولها فين كانت غابره واش حتى هي بحال جيكو. ديك الساعه فهمات بلي اضطرات دير شي حاجه باش ترجع للحياه، ولكن ما تقدرش تقول لي شنو هي على قبل السلامه ديالو. تشارلي في الاول جه صعيب يتقبل هذا الشيء، ولكن اللي كانت يهمه هو بنته بخير، داك الشيء علاش ما عطاش الامر اهميه كبيره. دوز معاهم وقت زوين، شاف بنتهم اللي قالوا ليه بالتبني، وفي العشيه تحرك في حاله. اكبر مشكل كان عند بيلا هو تشوف بها دابا تحل، الامور كانت كتبان غدا مزيان، عايش بها حياتها جديده، ولكن من بعد مده اكتشفوا بلي بنتهم ريناز ما كتكبر بواحد السرعه ماشي عاديه. النهار عندها كيدوز في حيله 3 شهور، وهذا الشيء خلاهم يخافوا، حيت الا بقات على هذا الحال من بعد سنوات قليله غادا تشرف. واحد الصباح وبيلا مخرجها تلعب، غنشوفوا ارينا خطيبة الويليس فوريد دياب مراقباهم من بعيد. مع ضربات عليها بيلا علقات، وغيبان بلي ناوي على شي حاجه، شنو هي هاد الحاجه؟ من بعد نعرفوا. في العشية ديال نفس النهار غنشوفوها داخلة للمقر ديال الفولتاريا، وغتكون مشات لتما باش تعاود ليهم على البنت اللي ولدت بيلا من ادوارد قبل ما تتحول لفامباير. نرجعوا عند العائلة، وهما فرحانين بريناظمي، شافت اليس بلي الفولتاريا عرفوا البلان ديالها وغاديين يجيو يصفيوها ليهم. سولتهم بيلا علاش غاديين يصفيوها ليهم؟ قال لهم كولين غالبا غيكون كيحسب لهم ريناظمي طفلة خالدة. الأولاد الخالدون كيقولوا لها الوليدات اللي تحولوا لمصاصي دماء. هاد الوليدات كتكون عندهم قوة كبيرة بزاف، وإلا مشاو حتى كعاو كيجمعوا حب وتبن. وحيت ولاد صغار كيف ما قلنا ما تيقدروش يخبوا الحقيقة ديالهم، داك الشيء علاش أي واحد حول ولد صغير لمصاص دماء كيصفيوها ليه هو وياه. قال لهم تجيكوب سهلة، اللي علينا هو نفهمهم بلي ريناظمي تولدات وماشي حول المصاص دماء كيف كيحسب ليهم. رد عليه كولين بلي مع غيوصلوا لهنا غيبداو الهجوم، وما غاديش يخليو لهم الفرصة فين يشرحوا ليهم. سولوه واش كاين شي حل، قال لهم الحل الوحيد هو نغوت المصاصي الدماء اللي كنعرف في العالم، يجيو يشوفوا الحقيقة ديال أن ريناظمي ماشي خالدة ويشهدوا بهذا الشيء قدام الفولتاريا. النهار الاخر هما كيوجدوا باش يتحركوا يقلبوا على شي وحدين يشهدوا لهم بلي ريناظمي ماشي من الاطفال الخالدين. اريس وجاسبر خبروا وخلاو لهم رساله مكتوب فيها بلي الفولتاريا غيوصلوا في الوقيته اللي غتكون الارض كامله مغطيه بالثلج، يعني خاصهم يلقاو شهود قبل ديك الوقيته. ولكن فين مشات اريس وجاسبر وعلاش سمحوا فيهم في هذا الوقت؟ حتى واحد ما عارف. اول وحدين قصدهم ادوارد وبيلا هما عائله ايرينا. العائله في الاول شافوا البنت حساب لهم مصاصه الدماء، وبداو كيدابزوا معاهم كيقولوا لهم يخرجوها من دارهم حيت الا عرفوا الفولتاريا غيمشيو فيها كاملين.
ولكن من بعد ما شرح لهم ادوارد البلان وخلاهم تاكدوا بلي البنت بشري غير عندها شي قدرات ديال مصاصي الدماء، تاقوا به ووافقوا يعاونوهم. في نفس الوقت نشوفوا كل يوم مراتهم مع واحد صاحبهم كيحاولوا يقنعوا يشهد ليهم. صاحبهم رفض يتورط مع الفولتاريا وهما خارجين من تما وقفهم ولدو بنجامين، تعرف عليهم، سمع لافير ديالهم، مورها مشى معاهم للدار شاف البنية وتاكد من الهضره ديالهم، وملي لقى داكشي اللي قالوا كان صحيح وافق حتى هو يعاونهم. بهذه الطريقه بداو شويه بشويه كيجمعوا مصاصي الدماء حتى وصلوا لعدد كبير، وكاملين تعاطفوا مع رينازمي ملي عرفوا الحقيقه ديالها ووافقوا يوقفوا معاهم ضد الفولتاريا. ولكن مازال لحد الان ما عرفوش فين مشات اليس وجاسبر، ومن نهار غبروا ما عاودوا سمعوا عليهم شي اخبار. في الجهه الاخرى غيكونوا الفولتاري عارفوا كولين كيوجد باش يواجههم، وبداو حتى هما كيديروا اللي عليهم باش يكونوا قوى منه ومن هادوك اللي جاب باش يعاونوه. كيف ما كنا عرفنا باللي عنده القدره تقاوم كاع القوى ديال الفامبايرز، وهما مجموعين كيناقشوا كيفاش غيواجهوا الفولتاريا. عرفات من شي وحدين بلي تقدر تطور القدره ديالها، وفي عوض انها كتحمي غير راسها من القوى ديال الفامبايرز تقدر تولي تحمي حتى الاشخاص اللي معاها. بلا مع سمعات هادشي بدات كتدرب على هاد البلان، وباش تقدر تقنوا بسرعه حيت ما بقاش بزاف ديال الوقت على مواجهه الفولتاريا، خلات وحده عندها القدره تضرب بالضو تعذب ادوارد، وهي بدات كتحاول تحميه بالقدره ديالها. في الاول جهه صعيب دير هادشي، ولكن ملي شافت ادوارد كيعاني تحفزات بدات كتخرج ديك القوه اللي عندها، وبالفعل من بعد مده قصيره قدرت تحميه منها. في الليل وهي كتعاود تقرا الرساله ديال اليس وكتفكر فين غتكون مشات، بان في وجهها بلي استنتجت شي حاجه، وغنعرفوا بلي اليس خلات لها شي ميساج مخفي، وغتكون دارت هادشي حيت هي الوحيده اللي ما يقدرش ايرو يقرا الافكار ديالها. النهار الاخر غنشوفوها الدياري نازمي لباها يشوفها، حطاتها عنده وخلات مع جيكوب يحميها في حاله وقعت شي حاجه، وجدات الطريق تلاقى واحد سميتو جي، خلات لها اليس سميتو مخفيه في ديك الرساله. وصلات للبلاصه تلاقات معاه، وهنا غنعرفوا بلي هاد جي محامي سنين هادي هو خدام مع جاسبر. سولاتو بان شنو خلاو ليها عنده، عطاها واحد الظرف قلباته لقات فيه جوج ديال الباسبورات، واحد لجيكوب الثاني لرينازمي، ومعاهم تذاكر طياره لشي بلاد. من هادشي فهمت بلي بغاو تصيفط رينازمي عندهم باش يحميوها، ولكن بلا رفضت مره دير هاد البلان. داز الوقت، عمرات الدنيا بالثلج، وجات الوقيته اللي قالت لهم اليس غادي يوصلوا فيها الفولتاريا. الصباح غنشوفوا صحابنا والحلفاء ديالهم مسنيينهم. من بعد مده وصلت جماعه الفولتاريا بقياده ايرون، وغيبان بلي فايتينهم بزاف. والفولتاريا كيقربوا، خرج جيكوب والقبيله ديالو انضموا للصف ديال ادوارد واللي معاه. مع تقابلوا قال لهم كولين بلي كاع داكشي اللي وصلهم كان كذوب. ايرون بطبيعه الحال ما غاديش يتيقوا بهذه السهوله، وهنا مشى عنده ادوارد عطاه يدو يقرا الافكار ديالو باش يعرف الحقيقه. ملي قرا ايرو داكشي اللي كيدور ليه في راسو تاكد بلي الهضره اللي قال ليه كولين كانت صحيحه، طلب منهم يجيبوا ليه البنت يشوفها جابتها ليه بيلا، هكا تاكد بلي ما خرقوا حتى شي قانون، ولكن مع كان باغي يدابز معاهم باي طريقه باش يصفى العائلات وياخذ الافراد اللي عندهم قوه نادره. جاب هذيك اللي وصلت ليه الخبر عدمها قدام خواتاتها بحجه وصلت خبر كاذب، وغيكون دار هادشي باش يخليهم يهجموا عليه، هكا غيكبتها معاهم، وفي نفس الوقت غيكونوا هما اللي بداوا الحرب. وخواتات ارين هاجمين عليه، دخل ادوارد واللي معاه وقفهم قبل ما يوصلوا عنده، هكا فشلوا ليه الخطه ديالو اللي كانت تخليهم هما يبداوا الحرب. ولكن واخا هادشي ايرو ما بغاش يتزاقل، وهو تيحاول يلقى شي سبه باش يصفيها لهم جمله. وصلت اليس وجاسبر، وغتكون جات باش توري عن طريق القدره ديالها على رؤيه المستقبل باللي البنت ما كتشكل عليهم حتى شي خطر. عطاتو يده يقرا الافكار ديالها، شاف داكشي اللي قالت ليه، ولكن واخا هكاك بقى مصر على انه يصفيها ليهم. اليس ما عرفات هادشي علمات عائلتها وصحابهم، دارت على ايرو بركلاش قلبات حبو، وهنا غترون. وكولين قاصدهم يفك اليس، نقز عليه طير ليه راسه وشعلوا فيه العافيه قتلوه. من بعد هادشي اللي دار حقد عليه ادوارد واللي معاه، وغيباب لما يوقفوا حتى يموت كلشي. تخلط ادوارد واللي معاه مع الفولتاريا وشبكات، ترى ما كاين قتل ولا موت. ادوارد وصحابه واخا كانوا الفولتاريا اكثر منهم في العدد قدروا يسيطروا على الحرب، وهما مشبكينها غتكون بين العصر على الجي اللي كانت عندها القدره تخلي اي واحد يتالم عن بعد، وفين ما كتحاول تهاجم شي حد كتحميه منها بالقوه ديالها. ولكن في واحد اللحظه وهي كتحمي جاسبر منها يهجم عليها واحد طيحها، بهادشي بقى جاسبر بلا حمايه، وهنا استغلت جي الفرصه طيحاته وخلات واحد جا فيه للراس طيروا ليه. وهي شابكه غيكون جيكوب هاز البنيه على ظهره وهرب بها من تما. صاحبنا كان تيحسب ليه بعد عليهم بزاف، ولكن في هذه اللحظه غنشوفوا واحد من الفولتاريا تابعه وغيبان بلي لاش الدم غيصفها عليهم بجوج. نرجعوا للساحه ديال الحرب، واحد من دياب هاجم على جين جات فيه طيحاته، وجا واحد صفها ليه. دياب شافوه مات بداو كيغوتو، وجيكوب علق وصلته الخبر ديال واحد من صحابو مات عن طريق الصوت ديالهم. هنا جيكوب حقد على حبهم، وداك الفامباير هاجم عليه درجه في حبه طير لي عنقه وكمل طريقه. بنجامين كان عنده القوه يتحكم في الطبيعه والتضاريس ديال الارض، وهي شابكه هز راسو بالي ادوارد طايح في جيه بلا مدورينها في الجهه الاخرى. من خلال هادشي استنتج بلي الفولتاريا بداو كيتقلبوا عليهم، وباش يقلب الموازين جا في الارض فتح فيها واحد الفتحه كبيره عامره بالعافيه، يعني اي واحد طاح فيها غير يوده. بدا ادوارد وصحابو تيلوحوهم، طاح منهم حتى هما شي وحدين، ولكن واخا هكاك قدروا يقلبوا الميزان ديال الحرب لصالح ديالهم. نقص ادوارد على خو ايرو طير ليه راسو، واليس قاصده جين، حاولت جين تطبق عليها القوه ديالها، ما قدرتش حتى تكون بيلا كتحميها. هنا ما بقى عندها حتى شي حل غير انها تعلق، وبالفعل داكشي اللي دارت. ولكن يلا قطعت مسافه قصيره، خرجت اليس قدامها جات حبه دوخاتها، ولا حتى واحد من دياب صفاها ليها. ملي مات جين سيطر ادوارد وصحابو على الحرب، وبداو كيصفوها ليهم واحد مورا الاخر.
هاك شد لقا اجي انت هاك للفقيره تمك. وايرو مشارك مع ادوارد نقصت عليه بيلا شدته من عنقه، جا في ادوارد الرجل طيحه وعاودوا الظهر طير لي عنقه وشلات في بيلا العافيه قتلاته. مع ما تحبس هادشي وغيكون كلشي بخير، ما نطلع حرب لا والو، وكاع هادشي اللي شفنا كان شنو غيوقع الا بدا ايرو الحرب، وغتكون وراتو لي اليس عن طريق قراءتها للمستقبل. ايرو ملي شاف الا بدا الحرب غادي يموت هو خوتو وكاع اللي معاه برد ليه الما في ركابي، وهو ساهي وكيفكر في المنظر ديالو وهو كيموت. جابت اليس واحد من نفس الحاله ديال رينازمي، حتى هو موت زوجات مصاص دماء وتزاد نصو فامباير ونصو بشري. وغتكون كاع هاد الوقت اللي غبرات كانت كتقلب عليه باش تثبت بلي بنت خوها ما كتشكل عليه حتى خاطر. سول ايرو داك الصاد شحال في عمره، قال ليه 150 عام. حتى هو في الاول كان تيكبر بسرعه فحال رينازمي، ولكن مع وصل لذاك الحجم وقف وما بقاش كيكبر فحال الفامبايرز. المعلومات ديال البنت ما كتشكل عليهم حتى خاطر، زائد داكشي اللي شاف ديال غادي يموت هو خوتو اللي بداو الحرب، كاع هاد البلانات خلاو ايرو يتراجع. حاول واحد من خوتو يقنعو يتحاربوا معاهم، قال لي زيد حيد عليا الشكوى بك الله، كون شفتي داكشي اللي شفت كون راك هربتي. خدا ايرو الجماعه ديالو وتحرك من تما، هاك قدروا صحابنا يفلتوا هاد المره، والوحيده اللي جات فيها هي ديك ايرينا اللي بدات هادشي كامل. سالا هاد البلان، شكر كولين كاع صحابو حيت وقفوا معاهم، تحرك كل واحد لحياته اللي كان عايش. وادوارد وبيلا واقفين مع جيكوب بنته رينازمي، شافت اليس في المستقبل بلي جيكوب بغا يتزوج رينازمي فاش غتكبر. المهم عندنا هو جيكوب ما ضاعش، مشات ليه بيلا تعوض ببنتها. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. هادي انستغرام ديالي، كان معاكم يوسف، تلاقاو في فيديو الجاي. بيس.